احنا يا مدة ربع سنين كان لي ما تفرق والحمد لله يا رب اليوم رانا فرحانين. اليوم عندنا حصة 1394 من مختلف السياق، فيها 506 سكن اجتماعي وفيها 60 سكن ترقوي مدعم اللي هو الألقياء اللي يسمى 588 إعانة ريفية في إطار السكن الريفي و 240 إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية المختلفة. إذن المجموعة 1394 إعانة تشملها عملية التوزيع. نذكر فقط ببعض الأرقام فيما يخص العمليات بالنسبة لسنة 2021 2022 تم 2021 تم توزيع 3216 سكن. بالنسبة للأرقام الأخرى تم توزيع تقريب 17000 وحدة سكنية مختلف الصيغ بين سنة 2019 2018 2019 2020 2021. واليوم هذه الحصة وستضاف إليها حصة إن شاء الله، كل هذا في 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 إطار سعي الدولة والسلطات العامية من أجل تخفيف من أزمة هذه السكنة، هذه أزمة السكن التي ينتظرها كل المواطنون بشغف، الذين هم طالما انتظارهم وهذا صرت اليوم ان شاء الله الفرحه لتكون الفرحه فرحتين، فرحه استلام المفاتيح وفرحه الاحتفال في ضمن الاحتفال او الاحتفالات بذكرى ستينيات الاستقلال الوطني ان شاء الله. فبهذه المناسبه ونتقدم لهم كل التهاني والتبريكات، ونتمنى كذلك لاخواننا المواطنين الذين ينتظرون ان شاء الله نظهر لهم مواعيد قريبا ان شاء الله باش ونوزعوا حصص اخرى ان شاء الله. وكلنا امل اننا سنسعى لتقليل وتخفيف من وضع ازمه السكن على مستوى سيدي بن عباس. ان شاء الله قاعد نستلم المفاتيح يكونوا فرحين بدارهم.